رسولنا محمد هذا الاسم يذكر في كل المواقع، يذكر أسماء، ويذكر عند الأذان، ويذكر عند الصلاة، ويذكر عند الإقامة، ويذكر في كل حين. محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عندما أسري به ومعه جبريل، وعندما وصل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل وتوقف الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أي جبريل، أهنا يترك الخليل خليله؟ فقال له جبريل: يعز علي ذلك يا محمد، ولكن لكل منا مقاما معلوما، فإن تقدمت أنا لاحترقت بأنوار الجلال، أما أنت يا محمد إذا تقدمت اخترقت أنوار الجمال. وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرش الرحمن وهم بخلع نعليه، فنودي: لماذا تخلع نعلاك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لقد خشيت عاقبة الطرد ومرارة الرب، وأن يقال لي كما قيل لي أخي موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وأنت القريب، وأنت الحبيب، فسل ما تريد، إني سميع مجيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لقد اتخذت إبراهيم خليلك، وموسى كريمك، وعيسى من روحك، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، ورفعت إدريس مقاما عليا، فأين أنا من هؤلاء يا رب العالمين؟ قالها بتواضع الأنبياء، وهو سيد الخلق أجمعين، وخاتم النبيين، وإمام المرسلين. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إن اتخذت إبراهيم خليلي فأنت حبيبي، والحبيب أكرم عندي من الخليل، وإن اتخذت موسى كليمي فقد كلمني من وراء الحجاب، أما أنت يا محمد فتجلس على بساط أنس الله، وإن اتخذت موسى من روحي فلقد قرنت اسمي باسمك يا محمد، فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله، وإن أعطيت سليمان ملكا عظيما فقد أعطيتك المثاني السبع والقرآن العظيم وسورة البقرة وآل عمران والنساء، فوعزتي وجلالي يا محمد ما قرأهم أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل والحصى، وإن رفعت إدريس مكانا عليا فهو في السماء الرابعة، أما أنت يا محمد فتجلس على بساط أنس الله في مكان ولم يدخله أحد غيرك قبلك ولا بعدك، فوعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل السبل، لو تركوا علي كل الأبواب لن أقبلهم، لن أفتح لهم إلا إذا جاءوا من خلفك يا رسول الله. فخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، فقال له رب العالمين: أنظر يا محمد وسل ما تريد، إني سميع مجيب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا فاطمة ابنتي، وإنما أسألك أمتي، أمتي، أمتي. فقال له الله سبحانه وتعالى: ما أشفقك على هذه الأمة، أمتك قوم ضعيف، وأنا رب لطيف، وأنت نبي شريف، فلا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك شطرين، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. فصلوا على
قال لي كل الموت والقتل الحاصل في فلسطين سببه انه الفلسطينيين هم اللي بدوا الهجوم على اسرائيل. عارف على قدر الكذب والنفاق الموجود في الجمله دي؟ الا انه انت ما بتستغرب لما تطلع من الاعلام الغربي، لكن الصدمه والحاجه اللي بتحير لما تطلع الجملة دي من مسلم. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لو سمعوا كلامنا ما ماتوا وما قتلوا. الجملة دي نزلت في رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، والله يحيي ويميت. قبل حرب فلسطين بأيام ما كان في زلزال عند أخواننا في المغرب؟ طب قبالة بأيام ما كانت في فيضانات عند أخواننا في ليبيا؟ طب في نفس السنة ما كان في سلسلة بتاع الزلازل عند أخواننا في تركيا؟ طب آلاف الناس اللي استشهدت دي هل كان في حرب؟ لا، الناس دي كانت حتموت في نفس التوقيت ونفس الزمن لأي سبب آخر. من أعظم حكم البلاء هي إعداد المسلمين للتمكين في الأرض. سئل الإمام الشافعي: أيهما أعظم، البلاء والمصائب أم التمكين في الأرض؟ قال الشافعي: لا يكون التمكين إلا من بعد البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان بيبشر الصحابة بفتح مصر والشام والعراق وسواري كسرى، وفي نص الكلام ده جاءت جيوش الأحزاب حاصرت المدينة حصار كامل، ما باقي لهم من إن هم يمسحوا المدينة غير إنهم يعبروا الخندق أو الناس يموتوا من الجوع. غزوة الأحزاب في اللحظة دي حصل شنو؟ قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا احنا كده تأكدني ان احنا حنفتح مصر والشام وكل العالم. طبعا العلاقة شنو؟ هم فاهمين سنن الله في الأرض وعارفين البلاء العظيم ده بعده هيجي التمكين. وفعلا بعض الصحابة حتى بعد غزوة الأحزاب ابتليوا بحاجات كثيرة وصبروا. وحصل شنو بعدها؟ أقوى إمبراطوريتين في العالم الفرس والروم مسحوا بيهم الأرض، سففوهم التراب. هل كانوا عارفين كيف هم حيحاربوا الروم؟ أبدا ما كانوا عارفين. الحكمة الكاملة لأي بلاء لا يعلمها إلا الله، وده جزء من الاختبار. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وإذا انتبهت دي نفس الحاجة قاعدين يعملوها الليلة أخواننا في فلسطين، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. طب بالنسبة للمظالم، الناس اللي قاعدة تموت نساء وأطفال، هل حيشيل حقهم منه؟ وهل هي الدنيا دي دار بلاء ولا دار جزاء؟ الله سبحانه وتعالى إذا نايل ينزل أشد العقاب في بني آدم بيطلع من الدنيا بدون حساب ليحمل وزره كاملا يوم القيامة. كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالحرب الليلة الحاصلة في فلسطين دي ما حرب لتحرير غزة ولا لتحرير مسجد الأقصى فقط، دي حرب بين الحق والباطل في العالم كله، والمنتصر في الحرب دي حيكون الإسلام. ما تطلب من أي شخص إنه يدعم غزة وما تحزن على النساء والأطفال قاعدين يموتوا، لأن الوقوف ورا راية ربنا سبحانه وتعالى ده شرف، لو ربنا شايف إنك بتستحقه كان جيت جاري وراه وجري. ثانيا، غزة موعودة من ربنا سبحانه وتعالى بالنصر، فلو أنت وقفت ولا مو وقفت معاه صدقني ما حتفرق. الحاجة الوحيدة اللي حتفرق إنه بعد ما غزة تنتصر في قائمة حتطلع لربنا سبحانه وتعالى بالناس اللي وقفت مع غزة، دخولك في القائمة دي ده شرف لك. وإذا في لحظة حسيت إنه أنت ممكن تفرق، اتذكر إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف ضد النمرود اللي بيحكم كل العالم براه وما بيملك شيء، والنتيجة ان النمرود مات شر ميتة، وسيدنا ابراهيم شرف نفسه بانه ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ان ابراهيم كان امة. صلاح الدين الايوبي هو شرف نفسه بانه فتح بيت المقدس. اما بالنسبة للنساء والاطفال اللي بيموتوا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر مرابطين في عسقلان اللي هي الليلة غزة، ما بالك الشهيد، وما بالك كمان لو الشهيد طفل يعني ما جرى عليه القلم. عليك الله سيدة نحن نحزن على حاله ولا هو اللي حزن على حالنا. وبالنسبة للناس اللي بتقول لك نحن علاقتنا شنو بفلسطين، فلسطين دي ولد فيها اسحاق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحيى، ولد فيها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. البنى بيت المقدس هو ابونا ادم عليه السلام، هي اولى القبلتين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين دي استشهد فيها 5000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الفتوحات الاسلامية اللي استشهد من الصحابة ما تم 500. المصيبة ان المستعمر اقنع الناس ان تفكر في بلد بس واستفردوا بينا.
دمروا العراق وإن إحنا علاقتنا شنو بالعراق، دمروا سوريا وإحنا علاقتنا شنو بسوريا، دمروا ليبيا ودمروا اليمن، وأسي إحنا قاعدين نصور في الفيديو ده قاعدين يدمروا في السودان. أما بالنسبة لهم هم لما انتهبشهم بيدعموا بعض بالجيش والسلاح والمال والإعلام.